برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع مؤسسة خدمات التطوير السياحي في سوريا إحدى مؤسسات شبكة الأغاخان، أقام المعهد التقني للعلوم السياحية والفندقية في اللاذقية دورة الإطعام الاحترافية الموجهة لطلاب المعاهد والمدارس. هي بهي الدورات هي من نوع استخدام الأساليب البصرية التفاعلية يلي بتورجي الطالب مباشرة بمقاطع فيديو تمثل باحتراف بفنادق 5 نجوم. هاي الطريقة بتقصر وقت التدريب وطوله وبتعطي فعالية كتير كبيرة، وخاصة انه بتشمل ايضا كمان موضوع عمليات الوركشوب والمناقشة والتفاعل بحيث الطالب يقدر يساهم فيها ويندمج فيها وما يشعر بالوقت يكون كتير منيح. بالنسبة لموضوع هذا الدورة في له اهمية كتير خاصة بالظروف اللي نحن عم نمشي فيها. قطاع مثل السياحة والضيافة بيعتمد بشكل اساسي على الموارد البشرية اللي بتشتغل فيه، الناس هي اللي بتمشي. قد ما كان عندنا مقومات سياحة قوية، إذا ما عندنا مين يديرها صح ويسوقها صح ويشتغل فيها صح، فنحن ما بنقدر نبني قطاع سياحي مظبوط. فأهميتها بتجي من هون، إنه نحن لازم نحضر الناس اللي بدها تشتغل بهذا المجال لحتى يشتغلوا على تطوير هذا القطاع أكثر وأكثر. هلا تفاعل الطلاب فيني أقول عنه جيد بالنسبة لنوع جديد من التعليم. أي شيء بيتعلق بالمطعم من أصغر تفصيل لأكبر تفصيل نحن كنا عم نحصل عليه بهاي الدورة، بالإضافة للكوميونيكيشن سكيلز، طريقة الوقفة، طريقة الحكي، حتى البادي لانجويج، نحن كيف فينا نتعامل مع الجيست الموجود قدامنا لحتى نحن نقدر إذا بدنا نقدم خدمة صح نقدمها بطريقة متكاملة بدون نقص. كيف شفتي تفاعل الطلاب مع الدورة؟ هلأ بشكل طبيعي أول شيء حيلاقوا استغراب، حيلاقوا صعوبة. الدورة هي بشكل كامل باللغة الإنجليزية، بس مع الوقت فيديو ورا فيديو أي شخص حيقدر حيندمج، حيصير عنده شغف بهذا الشيء اللي نحن عم نعطيه، لأنه الخدمة بالمطعم هي حب، هي شغف. فأكيد مع الوقت ما في حدا من أول شيء بيقدر يندمج، بس مع الوقت حيقدروا يقدموا شيء كتير حلو، حيتخرج أشخاص عندهم قدرة على أنه يشتغلوا بالفايف ستارز ريستورانتس بشكل كتير احترافي. دورة كتير حلوة وقيمة وكتير بتعطي حافز لقدام للناشئين بهيدا العمل. عبر الطلاب المشاركون في هذه الدورة عن أهميتها وعن الاستفادة المرجوة منها. نقوت لنا لغتنا، اكتسبنا شيء جديد، انه دورات عملية يعني وحلوة وممتعة يعني. كويسة كتير ومفيدة لنا بالأخص قسم السياحة. والله محاضرة كتير قيمة وكتير استفدنا منها بشكل عام، وزدنا يعني بزيد بالخبرة تاعتنا وخاصة نحن بقسم السياحة. رفع مستوى التدريب وإقامة الدورات المتتالية لتهيئة الكوادر البشرية سعيا لرفع سويتهم ولرفض سوق العمل بكوادر مؤهلة مدربة.